في معجم الطبراني في الأوسط أن أبا مدينة الدارمي قال الطبراني وكانت له صحبة قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقيا لم يفترق حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر. هذا الحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، وقال عنه في موضع آخر رجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة وهو ثقة. والألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة يصححه، فيكون هذا الحديث صحيحا عند هؤلاء العلماء، لكن فيما يظهر أن هذا لا يكون على وجه الاستمرار، بمعنى أنه لا تكون هذه سنة مستمرة كلما التقى المسلم بأخيه المسلم قرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر. لما يلي: أولا أن ابن حجر رحمه الله كما في الإصابة شكك هل أبو مدينة الدارمي صحابي كما قال الطبراني أم أنه هو التابعي أبو مدينة عبد الله ابن حسن الدوسي. ثانيا أن الذهبي في تاريخ الإسلام قال هذا حديث غريب جدا ورواته مشهورون، ولعل غرابته كما قال لأنه لم يكن مشهورا ومنتشرا فيما نقل عن الصحابة ومن جاء بعدهم. ثالثا قد أشار البيهقي في الشعب إلى اختلاف على حماد قال ورواه غيره عن حماد عن ثابت عن عقبة ابن عبد الغافر كان الرجلان فذكر الحديث. رابعا أنه لم يشتهر هذا الحديث اشتهارا كبيرا، فإن أبا بكر وعمر يلتقيان كثيرا ولم يرد مثل هذا عن كثير من الصحابة، الصحابة يلتقي بعضهم ببعض ولم يكن مشهورا، وهذا مما تتوافر الدواعي إلى نقله واشتهاره لو كان على وجه الدوام والاستمرار. ولا تدل كلمة كان إذا التقيا لم يتفرق حتى يقرأ أحدهم على الآخر، لا تدل كان على وجه الدوام والاستمرار مطلقا، لا، قد تخرج عن ذلك كما هو مقرر في غير هذا الموطن. فدل هذا على أن الحديث على افتراض صحته على ما صححه هؤلاء العلماء، فالذي يظهر لي أنه لا يكون على وجه الدوام والاستمرار لأنه لم يكن مشهورا كلما التقى الصحابة رضي الله عنهم، وإلا لتوافرت الدواعي إلى نقله، إضافة إلى أن أبا مدينة اختلف هل هو صحابي أم أنه تابعي، فإن كان تابعيا فإنه لا يمكن أن يحصر رحمه الله لا يمكن أن يحصر كل حالة التقى بها صحابي مع آخر، وإنما حكى ذلك عن بعضهم على نطاق محدود، لا سيما وأن هذه ليست سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نقول إنها من قوله أو إنها من فعله أو إنها فعلت في عهده فكان هذا إقرارا منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو فعل للصحابة، فإن فعل أحيانا بناء على ما صح هؤلاء العلماء فلا بأس بذلك، لكن على وجه الدوام في النفس منه شيء، والله أعلم.